يا ساتر يا رب. ايه؟ مفيش حد غيرنا. طيب ماشي. طب بقول لك ايه، اقفل الباب ولا اسيبه؟ اقفله طبعا عشان ما حدش يسمعنا. ماشي ماشي. يا ده تقيل قوي. طب بقول لك ايه، احنا نسيبه بقى ونوطي صوتنا. ماشي يا سيدي، هنوطي صوتنا، بس تعالى بقى اتفضل. بص بقى يا اخ، انا اسف والمصحف ماشي. بص بقى يا اخ لمسي، بقى خلف سلامه. وسلامه فين؟ مش عارف راح فين سلامه. انا ما اعرفش اصلا حد بالاسم ده. معلش سيبك منه، خلص خليك معاه وركز. بص ركز معايا يا لمسي، ركز معايا. ماشي. بقى الاول سالت اخله ايه؟ مش عارف بصراحه، انت عمال تسال اسئله مايعه قوي. لا انا مش عارف اخره ايه. يعني انت راكب ايه الاول يعني، ولا جاي منين؟ يا عم راكب ايه ايه، ركز معايا حلام عليك. تنتخت مني يا عمي. ده غلط معلم بيحصل ده. غير الحوار دي، غير الاسئله، تشالنج. اعمل له ايه؟ لعبه افلام؟ ماشي. فيلم مسرحيه يا عم؟ فيلم. ماشي ماشي. تلمة واحده. ماشي. الموميا، الهروب. تصدق انا قلبي راجع عمل ايموشن الان. احنا نلغي العمليه دي كلها ولا ايه؟ لا انا مش هلك عسل حمام وبط تاني يا ساتر عويك. طب سيبوه انت بقى، خص عليه. بص يا ابن عمي، انا ماليش حد ابن عم غير دولة بس. اللي بص ابن عمي ده ما عرف. بص يا ابن خالتي. ماشي. من الاخر احنا طالعين مشوار شمال. من الاخر كتاتا طالعين نسلق مقبله. مبولة يا عم، نسرق حاجه عدله. طيب ايه اللي مبولة نسرقها يا عم؟ مبولة ايه؟ حلام عليك. مقبلة. مقبلة. اه مقبرة. ايوه. اصل انت يعني بقول بطع كده يعني. لا معلش. طب وهنسرق فيها ايه يعني؟ دول كلهم ميتين يا عمي، وكل اللي بينزل فيها كده يعني بيبقوا على الحميد المجيد. انا عندي فكره تانية، احنا نسرق بقى القهوه بتاعت الواد حته. ايوه الواد البازار بتاع الواد دول ابن عمي بقى، نسرقه كله وانا عارف مداخله ومخارجه. رجاله يا عم بسال ايه؟ مقبلة في العوني، في العوني اللي فيها الموميا بتمشي تهدى. ايوه هم ميتين برضو. صدق صح. لا بس دول ميتين فرحنا معاهم كنوزهم يعني. وديني وديني. يا ولاد اللذيلة، انا بحسبكم طيبين. لا احنا اسلال كتن على فكرة. والله ما كنتش واخد بالي خالص ان انتوا اشرار. لا اسلال كتن، بص عينينا بتطق سلال والله. بس كانت متخبيه من النضاره دي يا عم. ما لسه هسمس مالكه. بس بص بقى سيد لمس. ماشي. احنا هنقسم الشغلانه دي علينا احنا الثلاثه. احنا الثلاثه؟ انا بقيت منكم؟ ايوه انت واحد مننا دلوقتي. احنا هنحفر ونكسر ونعمل الحلقات دي. ماشي. انت بقى تقول اللي عليك. تقرا البرديه دي؟ كنت قلنا مكان الكنز فين بالظبط؟ اقرا ايه؟ مش عارف يعني. تقلا ايه؟ انت مش بتعرف تفهم تقلا هيروغليفي ولا ايه؟ لا ما بعرفش يعني بصراحة. ما بتعرفش ايه؟ بصراحة ما بعرفش، وانا هكذب يعني. ما بتعرفش ايه؟ اي كتفي كتفي كتفي. لا 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 ده انا بعرف. لا بعرف ده انا ده ده انا حتى يعني بقعد كده هون بقى اكلم التماثيل لوحدي كده هو في البازار بالهيروغليفي، وبعد بقى اشخط فيهم واشتم فيهم كده هو، ولا حد بيقدر يفتح بقه معايا. اصل انا واد لبط لبط يعني ما تعرفنيش. ايوه كده هو ده هو ده. وديني وديني. هنسرق ايه بقى بالظبط عشان ابقى فاهم؟ معلش شكله ذكي وهينفعنا. بصوا اكلوني وبعدين نسرق على طول بقى. وتصفوا عايزين ننام. فضحنا فضحنا.